يبدو أن سكان الحراش المتعطشين لعودة فريقهم إلى القسم الوطني الأول قد رزقوا من حيث لم يحتسبوا بفرحة تكوين فريق هو الأغلى والأشهر في تاريخ الجزائر. أما من حيث القيمة المالية ففريق سجن الحراش يضم رباعيا هو الأغنى في البلاد، ربراب، حداد، الإخوة كونيناف وأخيرا طحكوت. سياسيا تدعم فريق المساجين الشهير مؤخرا بأسماء ثقيلة ثقل القضايا التي حملوها وبرتبة وزير أول أحمد أيحيى وعبد الملك سلام، ويضاف إليهما وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، والقائمة مفتوحة لالتحاق المزيد. فرحة انتداب أيحيى إلى فريق سجن الحراش كانت الأكثر هستيرية، فبقدر ما يحمله الجزائريون لهذا الشخص من غيظ في قلوبهم كان الاستقبال مميزا. كيف لا وهو من قال جوع الكلب تبعك، تبع الشعب أيحيى فعلا، ولكن ليس كما أراد هو، بل تبعه وهو يستمع في عربة نقل المساجين للهتافات المناوئة له ويرمى بعلب الياغورت. كل هذه الأسماء وعلى ثقلها لم تشبع نهم الجزائريين في تدعيم فريق سجن الحراش الذي أصبح الفريق صاحب القاعدة الجماهيرية الأكبر في البلاد. سجن فضل البعض تسميته بإقامة الدولة الجديدة نادي الحراش وليس نادي الصنوبر.